أخبار اليوم. أولا بشكر السيد محمد عبد العنين والسادة السفراء والسيدات السادة الحضور، يعني شرفني أن أنا أكون عايش في القطاع وقديم في المجلس المصري الأوروبي. قبل ما أخش في يعني المجلس المصري الأوروبي أو قبل ما أخش في مشاكل الصناعة اللي سيرتك تفضلت بيها مباشرة، أتكلم شوية على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي يمكن أكبر شريك لنا في التجارة. عندنا مع اتفاقية تجارة حرة حجم التجارة فيه حوالي 25.7 مليار دولار، يمكن ميزان طبعا من الطبيعي انه نازل او زيادة ناحية اتجاه الاتحاد الاوروبي. صادراتنا حوالي 8.5 من 25.7. نمو صادراتنا او نمو التبادل التجاري في حدود 11%، نمو صادرات مصر 7.5%، معنى كده انه الكاب بتزيد شوية. ولكن برضه يمكن في الاتحاد الاوروبي اكبر مستثمر في مصر، عنده حوالي 5000 مشروع باستثمارات حوالي 40 مليار دولار وبتزيد. فما فيش شك الاتحاد الاوروبي من اكبر الشركاء لنا في مصر من ناحيه التجاره والاستثمار. وبرضه احب في نفس الوقت ده اشكر مؤسسات كثيره من الاتحاد الاوروبي اللي بتساعدنا، منها بنك الاستثمار الاوروبي، منها البي بي ار دي ومؤسسات عديده، منها بعض البرامج الناجحه اللي عندنا من ناحيه التدريب زي تيبت 1 وبنعمل تيبت 2 دلوقتي وجونيد، وفي الحقيقه مساهمات كبيره قوي للاتحاد الاوروبي في النمو بالعنصر البشري في مصر. ده بالنسبه للاتحاد الاوروبي. نخش شويه علينا كمصر. طبعا من الناحية السياسية على الأقل احنا يمكن دلوقتي بناخد آخر خطوة في خريطة الطريق اللي كان أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي لحد ما بتدي التزام إن مصر أوفت بتعهداتها تجاه العالم من الناحية السياسية، وبنبتدي نشتغل من ناحية التنمية. وده يمكن التحدي الأكبر لنا، لأنه زي ما تفضلت خلال الأربع سنين اللي فاتوا احنا خسرنا كتير. خسرنا من ناحية من كل النواحي، من ناحية الانفراستراكشر، يعني الانفراستراكشر أو المشاريع البنية التحتية اللي احنا بنحاول نعملها دلوقتي، ده تعويض عن ما سبق فقده في خلال الأربع سنين، سواء شبكة طرق، سواء كهرباء وخلافه. يمكن البلد ما اتحركناش في خلال الاربع سنين. لما نيجي يعني يمكن في خلال اجتماع مع سياده الرئيس طرحت عليه الرؤيه بالنسبه للصناعه وايه اللي احنا بنحاول نعمله على المدى القصير والطويل. مشكله الصناعه زي ما حضراتكم عارفين، الصناعه بتاخد وقت عشان نتائجها تبان. مش معنى كده مش هنشتغل، لا بنشتغل، بس النتائج بتاخد وقت. يعني بناء مصنع بياخد وقت. التجارة أصعب، التجارة قرار بيبان تاني يوم، دي مشكلة الصناعة شوية. فلازم نشتغل على محورين، محور شورت تيرم دلوقتي من ناحية تسهيل مناخ العمل ومساندة المستثمرين والمصدرين والصناع. في نفس الوقت لازم نشتغل على التشريعات والتغييرات اللي عايزين نعملها على المدى المتوسط والمدى البعيد. الاثنين لازم يمشوا مع بعض. ان الخطه كانت مقسمه الى اللي هنعمله من دلوقتي لغايه يونيو، وبعدين من يونيو السنه الماليه اللي جايه، واللي بعديها الى خطه 2020. والخطه كاهداف كانت بتنمو الى انه النمو الصناعي ينمو بحوالي من 9 ل 10%، المفروض ضعف الجي دي بي جروث، ويوصل الناتج المحلي للصناعة في حدود 23%، بيطلع من حوالي 17 وشوية%. عشان الاثنين دول يحصلوا أو لما بيحصلوا يتوفر لنا في حدود 3.5 أو 3 مليون فرصة عمل،
زائد نمو التصريف، وده جزء من التشالنج الكبير. عندنا مشاكل كتير، مشاكل خارجية ومشاكل داخلية. مشاكل خارجية دخل فيها تباطؤ النمو العالمي، الاقتصاد داخل فيها جزء كبير من الدول اللي عندها مشاكل سياسية اللي حولنا، منها ليبيا، منها سوريا، من العراق، وبعض الدول دول اللي احنا بنتكلم في حدود دي بتمثل حوالي 13% من صادراتنا، مش حاجة صغيرة. وعندنا مشاكل داخلية كتير، عندنا مشكلة طاقة، عندنا مشكلة عملة، عندنا مشكلة بيروقراطية، عندنا مشاكل عديدة ولازم نواجهها عشان لو نقدر نصلح. زي ما بقول، الإصلاح لازم يمشي على شقين: شق حالي، ازاي نقدر نصلح المناخ العام الحالي. لما نيجي نبص لوزارة الصناعة، وزارة الصناعة لا تملك مصانع، وزارة الصناعة ريجوليتد، وواجبها هو تهيئ مناخ الصناعة مع وجود استراتيجية. فاحنا الخطة كلها بدأت، طبعا عندنا مشاكل إرادية، وعندنا مشاكل قصرية، مشاكل لا حصر لها. الهدف او الشورت تيرم جول اللي احنا بنحاول نعملها، غير مساندة بعض الصناع والمصدرين في الوقت الحالي اللي عندهم مشاكل، ان احنا نحاول نصلح منظومة الصناعة. للأسف الى الان احنا ما عندناش استراتيجية. زي محمد بيه تفضل، اي صناعة في الدنيا لازم يكون عندها استراتيجية. استراتيجية تكمن في ايه هي منافذ، ايه هي الكومبتيتيف ادفانتج بتاعتنا، او الميزه التنافسيه اللي نركز على ايه كصناعه، ونركز على ايه في تصديرنا. النهارده مثلا دعم الصادرات بيروح لكله زي بعض، سواء حاجه صغيره جدا او حاجه كبيره جدا. ودي من الحاجات اللي احنا بنشتغل فيها. ايه ميزه كل محافظه والميزه التنافسيه ليها؟ نعمل انهي صناعه في انهي مكان؟ حالياً هذه الخريطة مش موجودة، ودي بنشتغل عليها، سواء للتجارة أو للصناعة، زائد طبعاً حاجات داخلية منها هيكلة الوزارة وحاجات زي كده. أكبر مشاكل الصناعة النهاردة، أو جزء من مشكلة الطاقة، المفروض عشان أجاوب بس على واحدة، الطاقة اتحلت ككمية، لسه في مشكلة السعر. المشكلة طبعا في السعر، انه صعب جدا في الظروف الحالية مع الضغط على احنا لما نيجي نبص اقتصاديا، عندنا مشكلة كبيرة في عجز الموازنة، يعني وصل لحدود عالية. عندنا مشكلة اخطر في عجز الميزان التجاري، ومشكلة اكبر في جذب الاستثمارات. لو انا باجي بقول رايي الشخصي، اهم مشكلتين عندنا عجز الموازنه، هتقول عمرنا عندنا عجز موازنه، بس مشكلتنا الكبرى في عجز الميزان التجاري وجذب الاستثمارات. احنا محتاجين 15 مليار دولار كل سنه لمده 5 سنين عشان نقدر نظبط هذا الميزان. ده لن يتاتى الا ما نحسن مناخ الصناعه والاستثمار ونفعله بشكل صح. نتكلم شوية على وزارة الصناعة وإيه اللي بنحاول نعمله في وزارة الصناعة. جزء كبير، وأنا مش جاي من بعيد، يعني ما عايشت في الصناعة وعايش كل مشاكلها، وعندي مصانع كتير في مصر وهكذا، فعارف كل المشاكل اللي كل صناعة والمصدرين بيعدوا بيها. مشكلتنا في الأراضي، عندنا الأراضي متوزعة ما بين 4 وزارات، ما بين الاستثمار، ما بين الصناعة، ما بين الإسكان، ما بين المحليات. عندنا ده تقدير البنك الدولي بيقول انه المستثمر بياخد حوالي 634 يوم عشان يخلص تصريحه. ده الوقت، بس داخل فيها طبعا بناء المصرف. لكن في كل الحالات احنا لازم نعرف ان احنا ما بننافسش نفسنا، احنا بننافس كل الدول المحيطة بينا. اي مستثمر عايز عائد على المستثمر بتاعته، وبيبص انهي اسهل بلد يروح فيها. عشان نقدر ننافس لازم نحاول نصلح من كل هذه الجهات. دي حاجات من الحاجات اللي انا اثرتها واثرتها في المجموعه الاقتصاديه، انه مجموعه منظومه الاراضي لازم تكون في جهه واحده، مش فارقش مع مين، بس لازم تبقى في جهه واحده هي مسؤوله عن تنظيم الصناعه في مصر، ومسؤوله عن الاراضي الصناعيه. اي مستثمر عايز
يروح للغد الصناعي، يروح لهذه الهيئة. الهيئة اللي احنا بنتكلم عليها حاليا هي هيئة التربية الصناعية. مشكلة تانية انه اساس الصناعة ان الغد تبقى بلاش. ده اساسا. ده شيء طبيعي. حاليا ما نقدرش نعمل دي، بس النظم اللي احنا حاطينها حاليا بتؤدي الى المضاربة في الاراضي، سعر الاراضي. ودي كلها بتزود العبء على الصناعة. في النهاية احنا لما نيجي نبص اي واحد بيصنع او بيصدر بيبص للكوست بتاع البروجكت بتاعه عشان ابقى كومبتيتيف بره، ازاي اقدر احسن الجودة بتاعتي وارخص سعري. وهي الصين منتشرة في العالم كله ليه؟ لانه الكوست بتاعهم قليل. احنا حتة الكوست اويرنس مش موجودة في كل الشركات بالشكل اللي احنا عايزينه، بس في نفس الوقت احنا بسبب هذا العيب احنا بنزود هذا العيب على الصناعة. فجزء من المهم ان احنا نقدر نشوف ازاي نقلل هذا العيب. الارض اول واحدة منهم. التصريح نفس القصة. التصريح تصريح المصانع بتتاخد من حوالي 9 جهات. اللي انا بحاول اشتغل فيه والتشريع اللي انا بحاول اشتغل فيه، ودي مش هتبقى حرب بسيطة يعني لأسباب عديدة، ان احنا نحط كل الكلام ده في جهة واحدة، يبقى الاراضي في جهة واحدة. الهيئة هي المسؤولة عن ان هي تدي تصريح للصانع، بيتعامل مع جهة واحدة فقط. مش فكرة شباك واحد، فكرة ان هي بتاخد كل التصريح على المنطقة وهي اللي تمشي التصريح الداخلية الصدرات. فمن هنا احنا رجعنا النظام القديم وبنشتغل على نظام جديد، والنظام الجديد اللي بنحاول نحط فيه بعض العوامل اللي لازم نرعاها. نمرة واحد، ايه هي الميزة التنافسية لينا لأي قطاع؟ وادعمه ازاي؟ مش هيفوت كله يبقى زي بعض. نمرة اتنين، ايه المناطق اللي انا عايز يبقى عندي فيها وجود اكتر من الوجود الحالي اللي موجود؟ الايو دايما هيكون جزء كبير جدا من صادراتنا ومن التعامل التجاري، بس ميزتنا في افريقيا الى حد كبير اكتر. ازاي نقدر نركز على افريقيا بشكل اكتر؟ فبنبص حتى للدعم لافريقيا بشكل مختلف. نتكلم على الصادرات. منظومة الصادرات طبعا احنا يمكن الواردات عمالة تعلى. السنة اللي فاتت 67 مليار. التصدير ثابت تقريبا عند حدود 22. السنة دي هينزل 19 لأسباب عديدة منها الغاز. هدي طبعا مشكلة كبيرة بنحاول نبص عليها. لما نيجي نبص لمنظومة الصادرات، داخل فيها دعم الصادرات، داخل فيها المواصفات الأساسية والجودة، ودي برضو بنعيد النظر فيها. داخل فيها لو احنا بنركز على أفريقيا، ايه المشكلة الكبيرة للمصدرين لأفريقيا؟ لوجيستكس. فدي انا الأسبوع الجاي هنقابل 4 شركة لوجيستكس في أفريقيا، نقدر نشوف ازاي نقدر نستعمل النتورك بتاعتهم ان هي تسهل للمصدرين التصدير اللي هناك. في طبعا حاجات كتيرة بتفاصيل مش هقدر اخش فيها دلوقتي. انا بحاول ادي بس شوية خطوط عامة اللي احنا بنحاول نعمله. ايه ده انت ذكرت مشاكل تحت امرك في الاسئلة طبعا. ماشي، ممكن نفتح مجال الاسئلة لو عايز. وانا مع الوزير يعني مشكورا تعرض الى عموميات الموضوع، وبالتاكيد احنا انتوا عندكم اسئله كثيره جدا في تفاصيل معينه. هنفتح الحوار وانا هبدا بحيث اتكلم مع الوزير. لما قال احنا هندعم صادراتنا الى سوق افريقيا، اتجاه جيد جدا، وانا ارى اقتحام السوق الافريقي. ليه؟ لان سوق افريقيا هو المستقبل، وفي بوتنشال عالي جدا، والخبره الصناعيه اللي في مصر النهارده مناسبه ليها جدا السوق الافريقي. بس اقتحام السوق مش هيكفيه دعم الصادرات بس، لا، ده انا عايز اجيب بلد محوريه او مجموعه بلاد محوريه في افريقيا، واقول هنا معرض للمنتجات المصريه، وهنا مخزن
للمنتجات المصريه، ويبقى في بارتنر ديل مع الدوله نفسها، بحيث ان يخش المنتج المصري عنده جناح مقيم طول السنه وبيعمل هنا. بالظبط كده. يمكن مع الوزير يعني ماشي بسرعه، لكن الحقيقه الفكره مع الوزير ده فيه مطول جدا. اقتحام السوق وراء اصل الاقتحام ده عندي نقطه جوهريه محوريه جدا. قصه التمويل في مصر برضو عاوزين، يمكن انا ما تعرضتش ليها، لكن برضو ارتفاع سعر الفايده والطلب الحكومي الكبير على الودائع اللي موجوده في البنوك، رفع سعر الفايده، وده بقى حب جدا على الاستثمار. في نفس الوقت البنوك بيقول لك طب انا مش عارفين بكره يحصل معايا ايه. فبرضه القصه دي الحقيقه يمكن تكون عاوزه توجيه من سعادتك قاعده مع البنوك ومحافظه البنك المركزي، واحنا كلنا امل. هو احنا بنحيي طارق بيعامل، وكان هنا برضه عندنا قريب من كام شهر كده، وفكره الناضج المتفتح، وانا الراجل ده بحترمه جدا لانه من عباقره بنوك مصر. ان شاء الله ربنا يوفقه في تعديل السياسات النقديه اللي تمت قبل كده، ويكون لها نتائج ومردود افضل من اللي حصل قبل كده. يمكن يكون لنا قاعده ان شاء الله مع قريب، عشان برضه مع الوزير يعني قصه البنوك النهارده محتاجه نقول له يا بنوك وقفوا جنب الصناعه. مقول الصناعه لانه تمويل الصناعه مهم جدا لحتى الامن القومي المصري. لما يكون عندنا صناعتنا اللي احنا بناكل منها وبنعيش منها افضل كتير قوي، ان احنا كل حاجه ممكن نروح نستوردها، واحنا معرضين النهارده لنقص اللي حصل في السياحه ونقص التحويلات ونقص الرقص. فعاوزين نصدر بقى المنتج اللي ممكن نصدره كل يوم لافريقيا وغير افريقيا يجيب لنا دولار، هيبقى منتج صناعي. انا مش عاوز اطول، لكن انا الحقيقه سعيد بالمعلومات اللي اتفضل معاها الوزير. وخلي بالك هو يعني انا عارف العناوين اللي اتكلم عنها الوزير يكتب فيها كتب. لما بيتكلم على تعديل الوزاره، تعديل الكيانات اللي جوه الوزاره، الهيئات مش هيئه، ده قصه كبيره قوي. القضاء على الديمقراطيه عنده قصه كبيره قوي، وانا عندي المعلومه انه قاعد شغال شغل جامد جدا جوه عشان يصلح الكلام ده كله. ان شاء الله ربنا يوفقه ونسمع عنها، وده يكون له مردوده بقى في الشباك الواحد، وان احنا نحس كده ان المستثمر جاي بيخلص ورقه بسرعه. لأن تكلفة البيروقراطية يا اخوانا تكلفة عالية جدا على المنتج، على الإنتاج وعلى الاستثمار. فاحنا نتمنى إن شاء الله يكون في قصة الشباك الواحد. أنا بسمعها بقالي 30 سنة. بقالي أسمع 30 سنة الشباك الواحد. لا شفنا الشباك. لا أنا بتكلم على أمنياتنا إحنا. أمنيات يا فندم. أنا رحت المغرب وخدني صديق عنده مكلف من الملك إنه يعمل 100,000 وحدة سكنية كل سنة. الراجل خدني ونزلني بعد ما قعدنا على شوية في مكتبه وكده، قال لي تعالى أوريك شغالين ازاي. نزلني في حوش تحت مكتبه. الحوش ده عبارة عن أوض جنب بعض كده. قال لي اللي متقدم يخش الأوضة دي يعمل الطلب، يتوفي على الأوضة اللي بعدها، يطلع يكتب العقد في الأوضة اللي بعدها، البنك يخش يموله، وبعد ما خلص القصه دي كلها يخش بتاع الكهرباء يديله، بتاع الميه يديله، بتاع الغاز يديله، وبعد يخش يسجل. زي رخص الملاك بقى. في دور واحد وكلها ورا بعض. نفسنا نشوف ده في مصر عندنا. وده مش صعب. انا مره اخرى بحيي حضرتك على المقدمه دي، وطبعا هنفتح بقى ده الحوار ونسمع اراء حضراتكم. يعني اتفضل دكتور. أنا عارف حجم المشاكل الموجودة في البلد. يعني شيء رهيب. يعني يجي مستثمر من خارج يقابل رئيس الجمهورية، يا سلام، يقول له ما فيش بعد كده. ينزل يقابل وزير الاستثمار نفس الشيء، يقابل وزير الصناعة، ينزل تحت شوية صغيرة تبدأ المشاكل. وتبدأ المشاكل الرهيبة. تبدا مشاكل تعالى بكره وبكره الذي لا ياتي القط. قلت في صباح. انا عايز اقول لمعاليك، في قلعه كانت موجوده في مصر وكانت موجوده على مستوى العالم كله اسمها المحله الكبرى. حاول يا معالي الوزير واعتقد رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه مقتنعين بهذا، حاولوا تعيدوا المحله الى وضعها
لأنه ده كنز كبير والبلد لها سمعة عالمية. أيضا عندك دمياط والأساس. دمياط كانت متخصصة في الأساس وكانت تنتج أساس يكفي وكان بيصدر للعالم. أنا كنت في الصين وشفت زمان دمياط كانت بتصدر للصين أساس الصين. فأنا بقول حاجة بعد كده نقطة في غاية الخطورة نقطة في الوقت. أنا من أول مرة كنت فيها في الوزارة سنة 74 قبل حضرتك بتولد. لا سوري. يعني أنا بقيتك بحصل معك. قلت لابد من ثورة إيجابية. طب ما تروح. لابد من ثورة إيجابية. إحنا عندنا جهاز حكومي يتكون من 6.5 مليون موظف. مصر محتاجة 1 مليون موظف. نص. طيب انت معلك قلت نص. انا بقول 1 مليون من 6.5 مليون. طب 6.5 مليون هتقضيهم فين؟ انا عارف انها مشكله رهيبه. يعني انت عندك بجاء عندك فريدي بطاله رهيبه. لما تقدر تطلع الناس دي تطلعها في الشارع. لكن حقيقه انا هقول معلك حاجه صغيره سمعتها قريب من مصر. كان في الامارات. بيقول لي جبل علي جنبه يعني بينه وبين السفاره المصريه في الامارات فرق كعب. راح جبل علي خلص اجراءاته في ربع ساعه ولا ثلث ساعه وبعدين طلع يكمل شويه حاجات السفاره المصريه. هو نفسه اللي بحكيه. بيقول لي اكتب الورقه ملمي الشركه البتاع كذا كذا. انتقل من عالم الى عالم. ليه؟ ما هو قاعد قدامه وسامع ليش وانا بقول سامح شكري وبقول له كلكم حاجه بسيطه. يعني انا بقول موضوع البيروقراطيه موضوع القلاع الصناعيه اللي كانت موجوده وبعدين في هذا البلد خبرات حقيقيه. صدقني في خبرات حقيقيه في هذا البلد. استعينوا بيه وربنا معاكم. انا لما مجد العجاتي دخل وزاره كمل قلت له الله يكون في عون مجد التلميذي وانا احبه والله يكون في عون اي انسان يتولى المسؤوليه في هذا البلد. يعني الله يكون في عون. انا بعض النقط السؤال على كبرى مش تبع قطاع الاعمال وزاره التسويق. انا بقول لك على قطعه صناعيه كانت في يوم من الايام مناره في العالم. بس الدنيا اتغيرت قوي يا دكتور. يعني النهارده الغاز بروسيك بتتكلم على صناعه بقت حديثه جدا. احيانا بتبقى ارخص ان انت تعمل حاجه جديده بشكل مختلف عن انك انت تصلح القديم. طبعا مشكله المحله الامانه حاجه ثانيه من ناحيه اجتماعيه. بس صناعه الغاز المسيك دلوقتي اختلفت كتير عن زمان. النهارده القطن المصري بنتكلم القطن طويل التيله ده 2% من السوق العالمي. القطن العالمي دلوقتي كل اللي بيستعمل في الصناعات اللي احنا بنشوفها كله قطن قصير التقيله. فالدنيا اختلفت شوي. البيروقراطيه انا اشتغل انا راجل جاي من القطاع الخاص. كان عندي بزنس كبير بقعد مع الناس بتوعي بنقرر ثاني يوم بنفذ. الدنيا يا ريت تبقى كده. اللي بنحاول نعمله دايما بيبقى فيه مشكله البيروقراطيه عباره عن تشابك عامل زي سباكيتي. اخش فيه عشان تصلح ده اتجاه او اتجاه تاني اللي انا بحاول اعمله بخلي دي وبنشئ نظام جديد. لو نظام جديد ده كويس هينمو بالتدريج. القديم سباكيتي ممكن ينتهي. في دول كتيرة عملت هذا الكلام لان احيانا الوقت اللي بيتاخد اصلاح فك التشابكات ما بين كل الوزارات مع البيروقراطيه بياخد وقت اكتر ويكلف اكتر وما بيديش نتائج زي ما بتحاول تعمل نظام جديد ونمشي بيه غير القديم. زي مثلا فكره المناطق الاقتصاديه لما تتنفذ هتكون افضل كتير قوي من اصلاح الحالي وهكذا. حاضر. اتفضل يا دكتور.
بشكر حضرتك طبعا على البرزنتيشن الهايله دي. في سؤال برضو بيراودني بعد ما محمد بيتكلم على موضوع البنوك والتمويل وكل المشكله دي، هل في المخطط، يعني احنا بنتكلم عن رؤيه استراتيجيه لان ده تخصصي في الحقيقه في دراساتي وشغلي، الفيجن لمصر الاصلاح بشكل عام في كل المجالات على كل المستويات في كل الوزارات، اصلاح اقتصادي، اصلاح صناعي، اصلاح تعليمي، اصلاح ثقافي، اصلاح اجتماعي، اصلاح ديني، اصلاح في كل المجالات. فهنا سؤالي لحضرتك، هل في تحت الامريكا لوزاره التخطيط او الوزاره اللي مسؤوله عن تنفيذ استراتيجية الرؤية اللي احنا بنمشي بيها اللي بدأنا بيها بعد الثورة كل الكلام ده، الرؤية دي تنفيذها وتخطيطها تحت أمريلا استراتيجية للإصلاح العام، هل في التخطيط اندماج أو انتجريشن لكل الوزارات مع بعض بحيث يبقى كله وزارة القوى العامة مع وزارة الصناعة مع وزارة المالية، بحيث ما بقاش فيه وزارة الصناعة وزارة التعليم، ما بقاش فيه تضارب في القوانين أو تضارب في الآراء، أو بحيث نوصل لتنفيذ المخطط والاستراتيجية اللي احنا عاملينها. ففيه حضرتك مستقبل؟ كلامك مظبوط جدا، شيء طبيعي ان احنا نبدأ بفيجن، الفيجن بتحول إلى اوبجيكتيفز لكل وزارة، والكلام ده كله بيكون لينك لحاجة واحدة، دي المرحلة اللي احنا فيها حاليا. يعني الحكومة حاليا في احنا حاليا كل وزارة بتعمل البلان بتاعها من تكليف الوزارة، من تكليفات الوزارة من تحت الرئيس، وبعد كده هنقعد مع بعض ونشوف كل الانتجريشن. مظبوط، والمفروض الكلام ده هيراجع مع مجلس النواب في مارس الجاي ان شاء الله. دكتور محمد اتفضل. شكرا سيدي الوزير. ماشي، يعني العرض موجز لسيادتك، يعني عرضته بيبان فعلا رؤيه استراتيجيه واضحه جدا. طبعا الكلام اللي اضافه محمد كريم باعتباره خبره كبيره في مجال الصناعه، وايضا باعتباره كرئيس لجنه الصناعه في مجلس الشعب. في نقطة أنا هتكلم فيها بسيطة جدا يا فندم، وهي الخاصة بصناعة الصناعة. للأسف سوء التصدير في مصر دخلوا بعض المغامرين من قبل أن بيصدروا شركات وأسماك كبيرة، وأفقدونا أسواق كثيرة، اللي هو دخل بمفهوم الصفقة الواحدة. النقطة الثانية، مثلا النهاردة إحنا لنا علاقات قوية مع العالم كله، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع روسيا. احنا نذكر جميعا ان احنا بنينا السد العالي، وبنينا وعدنا تسليح الجيش المصري بتصدير 3-4 سلع، الموالح، الاساس بتاع الطيارات، الجلود، بعض الانواع. والنهارده في علاقات وهم قابلين لهذا التعامل. السنه اللي فاتت مثلا وقف التصدير عندنا في الموالح نهائي، خرجنا من السوق، يعني هنخرج من السوق الروسي بسبب اتحلت بيه، بس كان السبب ايه؟ قال لك الروبل نزل. طب هنا بقى دعم الصادرات ممكن ان هو يتدخل بالعمله المصريه عشان يعمل التوازن، الى جانب ان في معامله تفضيليه بتعطى لبعض دول مفيش داعي اذكرها، يعني ايضا بتصدر نفس المجال، والمفروض احنا بحكم العلاقه الان نعامل نفس المعامله. النقطه الاخيره قضيه الارض، اذكر يعني في اوائل الثمانينات اول ما عملوا هيئه الاستثمار كنت عضو مجلس اداره فيها، وفوجئت يعني في اجتماع جاي مستثمر بيشتكي انه ارض، يعني وزاره اعلنت عن ارض ودخل واخذ هذه الارض وبدا يبني، فوزاره اخرى بعتت له البروتوكولات. فطرحنا الموضوع فرد الوزير الى ذاك وقال ايه؟ لا، ما هو الوزاره الثانيه مش من حقها انها كانت تخصص. قلت له لا مؤاخذه يا وزير، قلت له المحل بقاله ده اشترى من اعلان والدوله، وفي النهايه كله بيخش الخزانه المصريه. فالله يكون في عون سيادتك في حين فكره اللي اشارت اليها الدكتوره والمح اليها محمد بيه، توحيد جهات القرار. كلام سيادتك مظبوط، بس يمكن المشكله مش على مستوى الوزراء زي ما الدكتور يحيى تنزل شويه تحت. هي دي كام نقطة بس عايز أعلق عليها، من برضه الدكتور يحيى قالها وكذا حد قال. البنوك المفروض هيبقى في تغيير في سياسة البنوك. البنوك عادة بتروح للمصدر الآمن
وهو الدولة. بس ده مش دور البنوك. البنوك دورها مش ان هي تسلف الدولة. البنوك دورها ان هي تنمي الاقتصاد. عشان انا لما جيت اقول الجي دي بي بتاعي السنة دي نما باربعة دي من 10% وعايز اوصل لخمسة وعايز اوصل لستة. العجلة دي مش هتمشي غير بتنمية الاقتصاد. دي حاجة اول ما جيت طالع عامل محافظ بنك المركزي قعدت معه مع رؤساء البنوك المصرية. مشكلتي كمان مش في الشركات الكبيرة. الشركات الكبيرة اللي حد كبير مهمومة. مش لما تنزل للميديوم والسمول انتربرايز هو ده الريسك بيبقى اعلى فيه. لكن ده دور البنوك. مش لازم انجح في كل حاجة. فإلى حد كبير في توافق تام في دي. واحنا يمكن بنبتدي نشتغل دلوقتي على المصانع المتأثرة اللي هي اخطر حاجة فيها او اكتر ريسك فيها. فدي ان شاء الله هيكون فيها شغل. بالنسبة للكلاسترز دي واحدة من اساسيات الاستراتيجية بتاعت وزارة الصناعة. الاساس بنشتغل فيها في دمياط. لكن بنشتغل مثلا في الجلود في مصر بالرغم ان دي قصة. الجلود دولة صفة يمكن 60 مليون بقالها سنين ولسه الناس ما تحركوش. الهدف بتاعي عشان انقل الصناعه من دمياط من الورش الصغيره الى منطقه صناعيه. انا ما عملتش حاجه بس ازاي اقدر احدث هذه الصناعه. اجيب ورش مركزيه اعمل ديزاين لوحدي لانه احنا النهارده بنصدر مثلا الكرسي لايطاليا بسعر ايطاليا بتاخده تعمل له فينشنج بتصدره اضرب 20 بالظبط 20 مش اقل. ده القيمه المضافه اللي انا بتكلم عليها. انا ما اتكلمت على موضوع التصدير. كلام سيادتك صح. انا مش عايز اللي بيصدر لي شحنه او كونتينر او اتنين بيوقف. انا عايز كونتينيوتي. عشان كده حته الكومبتيتيف ادفانتج او الميزه التنافسيه لنا هي دي اللي انا عايز ارعيها على المدى الكبير. بس في نفس الوقت كمان دعم الصادرات من راحت عندنا كذا مشكله فيه. من راحت قليل جدا نمره اتنين بنطلع متاخر. اي مصدر النهارده بيحط تراجع في السعر بتاعه وبيعمل بي ان ال بتاعته بيجي بيحط في السعر بتاعي انا عايز اصدر ادي سعري ومدخل فيه دعم الصادرات. لما انا بديله بعديها بسنه الراجل بيخسر كتير. زائد ان النظام نفسه ما كانش موائم. نظام غيرناه وهنعيد تصميمه بشكل يخدمنا. بس في نفس الوقت لازم نفكر كمان انه دعم الصادرات ده المفروض انت بترعى صناعه يعني طفل صغير لغايه ما بيكبر بس مش مفروض يستمر للابد. المفروض انا برعاه بحيث انه يبقى قادر انه يمشي لوحده وبعدين امسك صناعات بقى اصغر وابتدي ارعاه. والا يبقى انا هفضل في الصناعات دي طول حياتي. ده برضو جزء من اللي احنا كصناع لازم نفكر فيه وكتصميم للبرنامج لازم نفكر فيه. الموضوع ده صعب جدا ان هو يستمر بنفس المنوال ده ثابت الى الابد. الدنيا لازم البوردرز كلها بتتفتح ولازم يبقى احنا صناعتنا سواء من ناحيه الجوده او من ناحيه تكلفه قادرة على المنافسه. حته ثانيه يمكن عايز اذكرها بس في حته المنافسه دي حاجه احنا شغالين فيها. فك الدعم عن الصناعه. دي نقطه من النقط المهمه. يعني مثلا الكلام ده موجود في صناعه السكر وفي صناعه الاسماك. السكر مثلا بنيجي لقيت ان احنا السكر جاي لنا وعليه اغراق ارخص من المنتج المحلي. طب ليه؟ لقينا ان احنا مثلا بنيجي الطن القصب ب 200 جنيه. انا عايز ادعم الفلاح وبقول له انا هخلي طن القصب ب 400 جنيه. جميل بس انا بكبر شركه السكر تشتري ب 400 جنيه. فبالتالي تكلفه انتاجها عاليه. عشان كده اغلى من اللي جاي من بره. انا عايز ادعم الفلاح. طب ما انا ادعم الفلاح ادخل الشركه ليه؟ وهكذا. نفس القصه دي موجوده في كذا سيكتور تاني وده اللي احنا عايزين نفض هذا الاشتباك. انا عايز ادعم الفلاح ادعمه بشرط لازم ادخل الصناعه فيه. الصناعه المفروض واجبها انها تنتج احسن جوده باقل سعر عشان تقدر تنافس سواء في السوق المحلي او في السوق او في السوق العالمي. الموانئ يعني كان سوق كبير قوي لنا في لازم نرجعه تاني. بس برضو ما هواش احنا عملنا الدعم اللي هو هيرجع موضوع الموالح. بس برضو بامانه لازم نبص للبرودكتيفيتي بتاعتنا. الدعم بيطلع لي كام؟
بره نازل الفدان بيطلع كام، الفدان بيطلع كام لما بيطلع لك 10 تان او بيطلع لك 15 تان، فرق رهيب ما بين الاثنين. فلو احنا هنمشي بنفس الاسلوب، انا طبعا وزير صناعه وتجاره صغير ماليش علاقه بالزراعه، فلو هنمشي بنفس الاسلوب البرودكتيفيتي بتاعتنا هننزل ما لهاش حل. يعني لازم نبتدي نفكر كوست برودكتيفيتي، ده الحاجه الوحيده اللي هتخلينا نعيش كصناعه وكتجاره وككل حاجه في الدنيا، لان العالم كله بيفكر بهذا الاسلوب. ازاي بقى ندخل هذا الفكر في الفلاح الصغير وندعمه؟ الدعم مش بالضروره ندعمه دعم صادرات ونديه فلوس، لانه احيانا ما بيستفيدش بيها كصناعه، لكن انا عايز ادعمه ان هو يقدر يبقى افضل، يقف على رجله اصلا. دي فكره الدعم. في مسألة صغيرة في تجربة مصر في أفريقيا لو سيبتك تجربة من هو أخير صح، وأفريقيا فعلا زي سيبتك تجربة سوق فخر. في تجربة مصر عملتها في حاجة اسمها شركة المقاولين العرب والنصر للإستيراد والتصدير، وفي راجل ربنا يديله الصحة عايش لغاية دلوقتي اسمه محمد غايب. التلاتة دول المقاولين العرب والنصر للاستيراد والتصدير محمد غايب فتحوا أسواق أفريقيا في وقت من الأوقات أمام مصر، ومصر فعلا كانت في أفريقيا هي المتصدرة والمتسيدة. الكلام ده كان في اخر الخمسينات واول سنة. انا ما بقولش حاجه، انا بقول يا ريت تدرسوا هذه الفكره، يا ريت تدرسوا هذه الفكره. لا بس انا عايز اقول لا، يعني انا بالنسبه لي افريقيا هي المستقبل. دي المنطقه اللي انا عندي فيها ميزه تنافسيه. انا ممكن يكون عندي بعض الميزه التنافسيه على الاتحاد الاوروبي في الكوموديتيز في الزراعه، بس صعب يكون عندي فيها كومبتيتيف ادفانتج في تكنولوجي، عشان نبقى منطقيين. الا التكنولوجي اللي بتعتمد على رخص العماله دي قصه ثانيه، في حدود. بس بالنسبه لافريقيا احنا عندنا يعني افريقيا البلد المنطقه الوحيده اللي تريد بالانس بوزيتيف من ناحيتها. يعني احنا بدانا كوميسا كنا 300 مليون، النهارده 2 مليار تصدير، 3.9 حجم تبادل تجاري، 2 منهم لنا و900 بنستوردهم. مشكلتنا حاليا نمره 1 لوجيستكس، نمره 2 تسويق. عشان كده فكره اللوجيستكس اللي انا بحاول ادرسها داخل فيها طبعا شق التسويق ده. احنا المفروض نفكر ان احنا ازاي نبقى مصنع افريقي. حلقة رصد من افريقيا واوروبا كمان. معالي الوزير، شكرا مره ثانيه. دي واحد سبعه يعني خلينا عندها. انا بس عايز اقول يعني اضافه قالوا الدكتور يحيى ان المقاولين العرب النهارده يمكن الاستاذ محسن صلاح ده رئيسها كل يوم في بلد في افريقيا وبينتقل وبيعمل مشروعات وبيفتتح مشروعات، والمشروعات دي مشروعات كبيره باسم المقاولين العرب وباسم مصر. ما زال لغاية النهاردة في إنجازات حلوة جدا، واخد بالك؟ وأحيانا وكان الدكتور محرم دايما بيسافر معاه بيفتحوا مشروعات كبيرة ضخمة. الفترة اللي فاتت دي يمكن لو بصيت خلال السنة اللي فاتت دي قد إيه مشروعات في أفريقيا افتتحت بكباري ومصانع وإنشاءات وحاجات. انا بس عايز اطمنك ان المقاولين العرب لغايه اللحظه دي بتعمل مجهود ضخم جدا. كلمه قال للسيد معالي سفير استراليا. معالي الوزير شكرا، سفير استراليا معكم. احب ابدا يعني من خارج التحديات اللي تواجه مصر يعني على كذا مستوى، و يعني كبير جدا لاي بلد. كانكم انتم في سفينه تبنوا سفيره السفينه خلال عاصفه كبيره يعني، وده تحدي كبيره. واحنا بالنسبه لنا في استراليا والخارج كل البلد احنا طبعا نتامل التوفيق لمصر، لان انجاح مصر انجاح العالم يعني، فهذا اهم شيء. ثانيا انه في مصر الابداع خلال في الشباب يعني
حاجة كبيرة جدا، ومثلا أطلب أو بقول لك أو يعني كل شيء موجود، والخدمات مهم جدا في المستقبل، وإحنا في أستراليا نعتمد على الخدمات، وأعتقد في المستقبل أيضا ده مجال كبير هنا. ثالثا وأخيرا الشريك بين أستراليا ومصر، ممكن إحنا مثلا نصدر قمح ودقيق، نصدر القمح إلى مصر ومصر إلى مصانع بيعملوها بسكويت الأخري، وبعدين بيصدروها إلى الخليج، وهذا بيحصل حاليا مثلا مع خمس نجوم فايف ستار، وده الشراكة الحقيقية، يعني إحنا بنستفيد مصر نستفيد، وده إحنا نتأمل ونتمنى لكم توفيق، لأن التحديات ما شاء الله يعني. شكرا لمعالي السفير. أو أحنا نأكل بسكويت أهو جاي من أستراليا. تفضل. معالي الوزير تشرفتنا. أنا متخيل إذا كنت إن في حاجتين ممكن تنهض بالصناعة. أسأل مين؟ أتخيل إذا كنت إن في حاجتين ممكن ينهض بالصناعة. أسأل مين سوالف وقود الشراكة. حضرت كذا كونفرنس في القاهرة. اوكي. بتخيل ان في مشاكل كتير غير معروفة لا لوزير المالية ولا وزارة التجارة والصناعة. عندنا 1.8 بليون دولار او تريليون جنيه مصري بضائع. زي ما حضرتك ذكرت غير مستغلة بالكامل، تقريبا 700 مليار جنيه في سوق الحمول الباقي بالنوع للحكومة. هناك دخوس للولايات المتحدة. ليه ما نستخدمش قصة المدايح بسهولة التفاصيل والحمول الزكاية؟ للأس أم إيز يا ريت توضح حضرتك. دي سهلة جدا. احنا 75% من اقتصادنا قطاع خاص، وجزء كبير منه زي ما بنقول اس ام ايز. مشكله الاس ام ايز ان هي مستخبيه بالظبط، جزء من الاقتصاد شغاله وبتنتج بس غير قابله للنمو لان هي مستخبيه، يعني ما هياش شرعيه، يعني مش مسجله بالسلم. مش عايز اقول بين السلم، بين السلم ده هيبقى سلم كتير قوي عشان تجاهها، مش الليجل، مش بالضروره الليجل، غير مسجله. يعني ما هو الشخص اللي اتولد ليجل بس ما عملش شهاده ميلاد، وبالتالي مش معروف لدى الدوله عشان نقدر نساعده. لا انا بهفترض ان ابوه معروف. فجزء كبير منه مش معروف، وده جزء برضو من البرنامج. الناس دي النهارده لو انا عايز كدوله اساعد او كبنك او احسن موارد بشريه، لازم هذا القطاع او هذه الصناعه او الشخص يكون واضح ليه. ليه هم ما بيبقاش معروفين لدى البلد؟ من وجهه نظري حاجتين، نمره واحد مش شايفين فايده، نمره اثنين خايفين من ان انا اجيبه في الرسمي وبعد كده اخد منه كذا. فجزء من التفكير اللي احنا بنعمله او اللي انا بفكر فيه انه نمرة واحد، الناس دي عمرها ما تتحرك من اليمين الى الشمال الا لو شايف فيها ميزه. ايه الميزه اللي هنديها له؟ ايه المشتغل فيه؟ ممكن افهم الضرايب بفتره، ممكن كابتن بدايات، ممكن هو لازم يبقى واضح ليا ولي البنوك عشان يبقى ساعه بالمناسبة إن تسليم بعض الناس قد تحسن معاك وليس لك الجمال بالامتحان. الحقيقة يعني إحنا حظينا كويس جدا إن معالي الوزير رجل الصناعة، وده اللي ساعدنا جدا إن إحنا نقدر على إن شاء الله إن إحنا نقدر نعمل كثير ونوصل للصناعة تقدر تبقى قادرة إنتاج ونتصرفهم. واحدة من النقط المهمة جدا هي التشريعات.
معالي السفير معالي الوزير الحقيقه ما بيتطرقش لموضوع الاشاعات. عندنا قانون الصناعه كان مده طويله جدا، عندنا مجلس الشعب في مجلس النواب قادم ان شاء الله. مجلس النواب يدرس هذا القانون اللي بقى له سنوات كثيره احنا بنتابعه. دي احد بنحاول، زائد في قوانين كثيره جدا الحقيقه المفروض تعديلها عشان تكسب الاستثمار وتشجع الصناعه. احد القوانين مثلا قانون العمل اللي بيتم تشغيله حاليا، برضه قانون التدريبات الاجتماعيه. الاقتصاد بتاعنا الحقيقه بيعاني لان في ازدواجيه شويه في الوكالات بتاعت المحامين، وده اللي بيخلي السوق غير منظور او السوق اللي هو موازي بين العماله والسوق الصناعي الموازي بين العماله مش طالع، لان قيمه التامينات بتوصل حوالي 40% ما بين صاحب العمل وما بين العامل. بالتالي العامل مش محتاج انه يدفع 40% حاليا او بيأمن برقم طيب. نقطة تانية الحقيقة محور تاني وهو محور الأسعار المحتمية للواردات المصرية اللي هي غير حقيقية. دي الحقيقة محور مهم. عندنا مشكلة كبيرة جدا، يمكن المنافسة بالصناعة الوطنية غير عادلة، لأن منتجات الواردة من الخارج يتم التحايل بطريقه او باخرى لبعض المستوردين بحيث انهم ما بيسددوش الجمارك المصريه. برضه في نفس محور الجمارك احنا عندنا الحقيقه في فتره زمنيه كنا بنخفض قيمه التعريفه الجمركيه عن التزامات مصر تجاه وزاره التجاره العالميه. وهذه التخفيضات الحقيقه اللي تمت اصبحت الصناعه مع الظروف الحاليه بتعاني منها. واعتقد ان تعديل التعريفه الجمركيه ده هيؤدي الى حمايه وتشجيع. احنا مش طالبين حمايه قد ما احنا طالبين المنافسه العادله بيننا وبين المنتجات المستورده من الخارج. طيب انا قلت المنافسه العادله. شكرا.